بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. دي المحاضرة الثالثة من محاضرات الدوكيمنت انفورميشن مانجمنت كورس، النهاردة 21 مايو 2022. احنا كنا قلنا ان الكورس بينقسم لخمسة مديولز. كنا بدأنا في مديول نمبر 1 اللي هو فاونديشن اوف دوكيمنت اند انفورميشن مانجمنت. هنعمل ريفيو سريع كده عن الحاجات اللي احنا اخدناها علشان لو في حد ما حضرش معانا الفترة اللي فاتت، او عشان نقدر ان احنا نعمل ريفرشمنت كده للميموري عندنا علشان نعرف نكمل. احنا كنا بدأنا في الفاندمنتلز بتاعه الدوكيمنت مانجمنت، واتكلمنا عن تعريف الدوكيمنت مانجمنت، وقلنا ان هي اداره المستندات، هي نظام او عمليه تستخدم لالتقاط وتعقب وتخزين المستندات الالكترونيه زي ملفات البي دي اف والوورد والاكسل والصور لأي أو أي محتوى ورقي إحنا بنتعامل فيه في الدوكيومنتس. وقلنا كمان إن إدارة المستندات هي الطريقة اللي بتقوم بيها المؤسسة بتخزين مستنداتها الإلكترونية وإدارتها وتتبعها بشكل صحيح وموضوع. تمام؟ وبعد كده اتكلمنا عن الهيستوري بتاع الدوكيومنت مانجمنت، هي بدأت إمتى وحصل فيها إيه لحد ما وصلت لنا الوقت الحالي اللي إحنا بنتعامل فيها دلوقتي في الشركات. بعد كده اتكلمنا عن السكوب بتاع الدوكيمنت مانجمنت، وقلنا هو ايه نطاق التنفيذ بتاع المانجمنت ده، وقلنا ان هو الاجراء ده بينطبق على كل المستندات اللي بنستخدمها في الشركه، المستندات الفنيه اللي احنا بنستخدمها في الشركه عندنا. فنظام اداره الجوده بيلزم ان كل الشركات تكون ماشيه ان كل المستندات بتكون مطبق عليها نفس الكواليتي دي. تمام؟ بعد كده اتكلمنا عن الغرض من الدوكيمنت مانجمنت دي، هي ليه اصلا موجوده، النوع من المانجمنت ده ليه اصلا موجود. قلنا ان هو لازم تكون عندنا مستندات معتمده وصالحه وحديثه، ما ينفعش ان احنا نتعامل بمستندات مش ابديتد. فعشان كده احنا عملنا الديبارتمنت ده علشان نبقى متاكدين ان كل المستندات اللي احنا بنستلمها منه هي مستندات معتمده وصالحه وحديثه، وعشان كمان نعمل كنترول على التغيرات اللي موجودة في الدوكيومنتس، وكمان نقدر ان احنا نسترجع الملفات المحفوظة بشكل آمن وصيانتها بطريقة صحيحة وبسهولة. بعد كده اتكلمنا عن مين هو المسؤول عن الدوكيومنتيشن، وقلنا ان هو شخص يدعى الدوكيومنت كنترولر، واتكلمنا عن المهارات بتاعته، ايه الكواليفيكيشنز اللي هي بتاعته، و التعليم، وهو المفروض ان هو يكون التعليم بتاعه، مستوى التعليم بتاعه يكون ازاي، وايه هي السمات الشخصيه بتاعته. وكمان اتكلمنا عن المهارات الفنيه اللي المفروض هو يتعلمها، وقلنا كمان الريسبونسابيلتيز، المسؤوليات المفروض اللي هي واقعه على عاتقه طول فتره شغله، وكمان ايه دوره في المشروعات الانشائيه اللي احنا بنشتغل فيها. كمان اتكلمنا عن الكارير لادر، هو بيبتدي من ايه وبينتهي من اول ما بيبتدي من جينيور دوكيمنت كنترول لحد ما بيوصل لدوكيمنت كنترول مانجر، قلنا برضو ايه الكارير لادر بتاعه. وبعدين اخر حاجه اتكلمنا فيها ان هو المفروض هو يكون ريبورت مين هو مديره المباشر في الشركات المختلفه اذا كانت كونسلتنت او كونستراكشن. وبعدين المحاضرة الثانية دخلنا في الستاندرد، بدأنا نتكلم عن الايزو 9001 اللي هو الكواليتي مانجمنت سيستم ريكويرمنت، وقلنا ان الجودة ليها تعريفات كتيرة ولكن لا يوجد مفهوم واحد ثابت للجودة، وقلنا ان من تعريفات الجودة ان هي التطابق مع المتطلبات، تعريفاتها برضو الجودة ان هي ثقة المستخدم وان هي الملائمة للغرض المصنوع لأجله. كمان احنا قلنا ان الجوده هي التطابق من اول مره وكل مره، والايزو عرف الجوده ان الجوده هي تطابق مجموعه من الخصائص المتلازمه مع متطلبات المواصفه 9001. تمام، ده كان اول حاجه، كان تعريف الجوده. بعد كده اتكلمنا على البرنسبل اوف كواليتي مانجمنت سيستم، قلنا هو ان هو من المبادئ بتاعه اداره الجوده، اول حاجه وضع الخطه، 2 التنفيذ، 3 الفحص، واخيرا اتخاذ القرار. وبعدين اتكلمنا عن تعريف الايزو، وقلنا ان هي اختصار ل International Organization for Standardization، وقلنا ان هي منظمه تاسست عام 1946 بجنيف، كل اعضائها من كل دول العالم، وهدفهم هو توحيد القياس للتبادل التجاري. وبعد كده اتكلمنا عن الفيرجن بتاع الدوكيمنت بتاع الايزو اللي احنا بنتعامل فيه، وقلنا ان هو الاصدار
بتاع سنة 2015، وقلنا ان هو بيحصل ابديت على الاصدارات دي كل 5 سنين. وبعدين اتكلمنا كمان ان مين اللي قلنا مين اللي يقدر ان هو يستخدم الايزو، وقلنا هو اي منظمة او اي organization او مؤسسة تقدر ان هي تطبق الايزو عندها بغض النظر عن حجمها او عن طبيعة العمل بتاعتها. اتكلمنا كمان عن البرنسبلز بتاعت الايزو، وقلنا ان هي ان هما كانوا 7 برنسبلز اللي اتكلمنا فيهم. ان قلنا ان هي اولا اتخاذ القرارات مبنية على الحقائق، القيادة، منهجية العمليات، مشاركة العاملين، ادارة العمليات، التحسين المستمر، كل دي كانت برنسبلز قامت عليها الايزو. بعدين قلنا ايه هي الفوائد اللي ممكن تعم على الشركة او على المؤسسة اللي بتنفذ او بتطبق الايزو ده عندها. قلنا اول حاجة زيادة الكفاءة، زيادة الايرادات، زيادة معنويات الموظفين، الاعتراف الدولي، النهج الواقعي في اتخاذ القرارات، وتكوين علاقات افضل مع موردين، وتحسين حفظ السجلات، وتحسين رضا العاملين، والتحسين المستمر للأورجانيزيشن. كمان اتكلمنا قلنا ان في بنفيتس بتعم على الكاستمر لو الشركه او المؤسسه اللي هو بيتعامل فيها دي كانت بتطبق الجوده. قلنا ايه هي البنفيتس بتاعه الكاستمر؟ اول حاجه تحسين جوده الخدمه، انخفاض الحاجه للعوده، ضمان الخدمه، تجربه محسنه في كل مره، وهكذا. ده الجزء اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت في الايزو. في حد عنده اي سؤال في الجزء اللي فات ده؟ لو حد عنده اي سؤال بس يرفع لنا ايده عشان لو نقدر نجاوب عليه دلوقتي، بس في الجزئيه دي بس، مش جنرال. في الجنرال احنا هنخلي في اسئله في الاخر لو احنا حابين ان احنا نسال عن حاجه. احنا هنبتدي النهارده سيشن نمبر 3 اللي هنتكلم فيها عن لسه برضو بنتكلم عن الستاندر، وبنتكلم عن الايزو 9001. اول حاجه احنا بنقول ان الايزو ده، الايزو مش شهاده، الايزو ده ستاندر. وان الهدف من الايزو، من الستاندر بتاعت الايزو دي، ان الشركه لما تمشي عليه بتكون بتطبق معايير بتساعدها انها تطلع برودكت او سيرفيس بيرضي العميل. لو الشركه نفذت المعايير دي بشكل كويس هيطلع عندنا برودكت او سيرفيس مظبوطين. بعدين الاورجانيزيشن بعد ما بتحاول ان هي تطبق المعايير دي بالشكل اللي هي شايفه ان هو كده خلاص هو ده ماشي على الستاندر، بتروح بتجيب شركة متخصصة بتفتش على الايزو، تقول لهم تعالوا شوفوا انا بطبق المعايير دي صح ولا لا. فلو الشركة بتطبق المعايير ده بشكل كويس هيدوها الشهادة ان هي بتطبق معايير الجودة. لو الشركة ما بتطبقش المعايير بشكل او بتطبقه بشكل فيه خطأ او فيه مشكلة، فبتطلب منها الشركة ان هي تعرفها فين المشكلة دي علشان تصلحها، وفي الاخر تاخد الشهادة دي. الشهادة الهدف منها اثبات ان الشركة بتطبق الايزو بشكل صح. الايزو مش بتقول لك انت بتصنع المنتج ده ازاي، الايزو بتحط معايير اساسيه علشان لما تمشي عليها تضمن انك بتطلع في الاخر منتج او خدمه كويسين. ومن هنا بيسموا الايزو مانجمنت ستاندر، اللي هو نظام الاداره، لانها قواعد ثابته بتساعد الشركه انها توصل للهدف بتاعها بغض النظر عن نشاطها ايه. فبتقول لك مثلا ان دور الاداره العليا ايه في الشركه دي، بتقول لك ان انت ازاي تحط الاهداف بتاعه المؤسسه، بتقول لك ازاي تخطط لمستقبل المؤسسه، بتقول لك ازاي تعمل تغيرات كبيره او صغيره جدا المؤسسه من غير ما تضرها، ازاي تحدد المخاطر اللي بتواجه المؤسسه وتعمل لها حساب وتعمل لها بلان ان هي ازاي تواجهها. الستاندرد الايزو ده بتبقى عباره عن ستاندرد، هي مجموعه من المعايير حطتها المنظمه هدفها ان هي تحط قواعد ثابته وناجحه لاي مؤسسه علشان اما تطبقها تكون بتطبق نظام اداره جيد يوصلها الاهداف. احنا قلنا القواعد دي اللي هي البرنسبلز اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. طيب احنا قبل كده اتكلمنا ان احنا عندنا الكواليتي مانجمنت سيستم ينقسم لاربع حاجات: بلان، دو، تشيك، اند اكت. البلان الاول هتاخد مننا كام كلوز؟ 6 كلوز: السكوب، reference, definitions, the context of organization, leadership, and the planning. وبعد كده الدو هتبقى السبورت والاوبريشن.
بعدين التشيك بريفورمانس ايفالويشن بس، واخر حاجه الاكت او اللي هي اتخاذ القرار بتبقى في الامبروفمنت. تمام. اول ثلاثة كلوز في الستاندر هم كلوزز غير تطبيقيه، يعني هم عباره عن تعريف واوراق بنت حضرتك بتجهزها في الشركه بس ملهاش تطبيق فعلي في الشركه. تمام، ملهاش تطبيق عملي يعني، بس احنا بس بنعرف هم بس عباره عن ايه، بس هم ملهمش تطبيق. اول حاجه السكوب، ده هنا بيشمل النطاق، احنا بنقول النطاق بتاع متطلبات نظام اداره الجوده لاي مؤسسه. احنا هنا بنشرح بس النطاق اللي هو بتاع اداره الجوده فيه. تاني حاجه الريفرنسز، الريفرنسز بتشرح المصطلحات والاساسيات اللي موجوده في الكواليتي مانجمنت سيستم. ثالث حاجه الديفينيشنز، اللي هي الاساسيات والمفردات اللي بنتعامل بيها في الستاندر. طيب احنا يهمنا ايه في الاساسيات والمفردات في الديفينيشنز دي؟ يهمنا كام حاجه كده عشان لما نشوفهم موجودين في الستاندر نبقى فاهمين هم معناهم ايه. اول حاجه شال بتعني ان ده يعني مطلب الزامي، حاجه مانداتري، ما ينفعش الشركه تاخد الشهاده من غير ما تكون مطبقه المطلب ده. شود دي بتعني ان هي توصيه. مي بتعني ان هو السماحيه بعمل ذلك. كان بمعنى ان هي امكانيه، ان حضرتك عندك الامكانيه ان انت تعمل ده. نوت بتوضح ان هو توضيح مطلب او شرح للمطلب ده. واخر حاجه نوت انتري اللي هي معلومات اضافيه للكلوز دي. تمام، ده كده اول ثلاثة كلوز اللي هم الثلاثة كلوز غير تطبيقي. ندخل بعد كده في الكلوز التطبيق. اول حاجه كونتكست اوف ان اورجانيزيشن، عندنا اربع سب كلوز في الجزء ده. اول حاجه اورجانيزيشن اند اتس كونتكست، ده بتسأل شوية هنا الأورجانيزيشن، هنا الأيزو بتسأل الأورجانيزيشن شوية أسئلة، بتسألها هل الشركة دي فاهمة هي بتعمل إيه؟ هل هي عارفة النشاط اللي هي بتعمله ده كويس؟ هل هي عارفة النشاط ده بيتعمل إزاي؟ عارفة المنافسين في السوق بتوعها عاملين إزاي؟ هل هي حاطة استراتيجية للعمل ولا لأ؟ هل هي عارفة نقاط الضعف بتاعة المنتج أو الخدمة اللي هي بتقدمهم؟ هل هي عارفة نقاط القوة بتاعة الخدمة دي أو المنتج اللي هي بتقدمه؟ هل هي عارفة إن في فرص موجودة؟ هل في ريسك موجودة هي عاملة حساب الكلام ده؟ كل الأسئلة دي بتكتشف الأيزو، بتحاول إن هي تفهم هل الشركة عاملة دراسة جدوى فعلا صحيحة للمجال اللي هي داخلة فيه ولا لأ؟ هل الشركة فاهمة السياق بتاع السوق اللي هي داخلة ولا لأ؟ الشركة بتعمل دوكيمنت بتسميها بروفايل أو مانيوال عشان تقنع الجهات المنحة إن هي فاهمة السوق كويس، فبتقدر إن هي تقول إن هي عارفة المنافسين بتوعها وبتحدد المنافسين بتوعها في السوق هم مين، بتعرف تحدد نقاط القوة اللي هي بتتميز بالنقاط دي عن كل المنافسين، وهي ليه هي موجودة في السوق، وهي إيه اللي يفرقها هي عن أي منافس تاني، بتعرف تقول إن أنا نقاط الضعف اللي عندي كذا وكذا وكذا، وإن أنا بقدر إن أنا أتغلب عليها الطريقة الفلانية، وإن أنا عاملة بلان للكلام ده. بتقدر تقول إن هي النشاط بتاعها بتشرح النشاط وتوصفه بطريقة صحيحة وشامل لكل الأكتيفيتيز اللي هي بتعمله، فبالتالي هي هنا بتقدر إن هي توضح السياق بتاع السوق وتوضح طبيعة العمل بتاعتها بشكل كويس علشان نقدر نقول إن هي فعلا عاملة دراسة الجدوى دي صح. فأول حاجة في الكونتكست هنا بنقول إن هي في قدرت ان هي تدرس احوال السوق الخارجيه والداخليه، وان هي تقدر تعمل مونيتور، تقدر تعمل ريفيو لكل الكيس اللي هي شغاله فيه. تمام، ادي كده واحد. اتنين انترستد بارتس اللي هم بنسميهم ايه، اللي هم اصحاب المصلحه او المهتمين بالمشروع ده او المهتمين بالمنتج ده. هل هي قادرة إن هي تعرف الانترستد بارت دول فعلا؟ مين هم أصلا الانترستد بارت؟ الانترستد بارت دول هو كل من يؤثر ويتأثر بالمنتج أو الخدمة اللي الأورجانيزيشن دي بتعمل. فبالتالي هل هي قادرة إن هي تعرف فعلا مين الانترستد بارت دول بتاعتها؟ هل هي قادرة تعرف الريكوايرمنت بتاعتهم وتحددها بشكل صحيح ويبقى ده فعلا الانبوتس الصحيح للريكوايرمنت بتاعت الانترستد بارتس؟
هل هي بتقدر تمانج الريكويرمنت دي وتقدر تتعامل معاها بطريقه صحيحه ولا لا؟ تمام. فهنا الاسئله اللي بتسالها الايزو او اللي بتبقى حابه ان هي الايزو تتاكد ان الشركه ملمه بالموضوع ده، ان هي هل هي عارفه انترستد بارت بتوعها ولا لا؟ هل هي عارفه طلباتهم كويس جدا ولا لا؟ هل هي بتقدر تمانج الطلبات دي بطريقه صحيحه ولا لا؟ تمام. ثالث حاجه اللي هو السكوب، هل الشركه دي هتاخد شهاده الايزو على كل المنتجات ولا كل الخدمات اللي هي بتقدمها، ولا هي ممكن ان هي تاخدها عن خدمه واحده او عن منتج واحد هي بتعمله؟ لا، هي الشركه ممكن ان هي تاخد شهاده الايزو عن خط انتاج واحد او عن خدمه واحده هي بتقدر تقدمها. تمام. فالسكوب هنا لازم تكون الشركه محدده السكوب اللي هتاخد عليه الايزو. احنا مثلا بنتكلم، لو احنا بنتكلم على انجينيرنج كومباني او كونسلتنج كومباني، هي بتقدر ان هي تقدم خدمات استشاريه في كل المجالات. في شركات بتحدد الخدمه معينه اللي هي بتقدر، اللي هي بتقدمها، اللي هتقدر تاخد عليها الكواليتي، ان هي مثلا سوبرفيجن مثلا. في شركه مثلا من الشركات ممكن تاخد شهاده الايزو على السوبرفيجن بس مش على المانجمنت مثلا. فالسوبرفيجن، وحتى كمان هتلاقيهم في المشاريع اللي هي بتبقى قائمه في الشركه دي، لو الشركه لو السكوب بتاع الشركه دي في البروجكت ده مانجمنت، مش هتلاقيها ان هي بتطبق كل قواعد الكواليتي، ممكن تبقى هتاخد جزء منهم بس مش هتلاقيها بتطبق كل القواعد دي على البروجكت ده. فالبروجكت اللي هتلاقيه بيتكلم عن السوبرفيجن او السكوب بتاع الشركه في السوبرفيجن، هتلاقيها بتطبق عليه الكواليتي، وهتلاقيها بتعمل عليه اوديت، وهتلاقيها منفذه عليه كل الستاندرد اللي هي متفقه عليها مع الايزو. تمام. فاول حاجه بنقول ان هي لازم تحدد السكوب اللي هتدخل فيه في اللي هتاخد عليه شهاده الايزو. تمام. وبعدين بتقدر ان هي تعدل او ان هي تمانج السكوب ده بطريقه صحيحه علشان يواكب التغيرات بتاعه الايزو. تمام. في بعد كده السؤال الاخير في الكلوز دي، هل الشركه عندها كواليتي مانجمنت ولا لا؟ لو الشركه ما عندهاش كواليتي مانجمنت، طب هي هتاخد شهاده الايزو على ايه؟ فطبيعي مش هتقدر ان هي تاخد شهاده الايزو على حاجه هي اصلا مش عامله لها مانجمنت، هي اصلا مش حاطه سيستم للمانجمنت عندها، مش حاطه سيستم للكواليتي عندها، ازاي هتقدر ان هي تاخد سيرتيفيكت على حاجه مش عندها اصلا؟ فمعنى كده ان هي الشركه مش هتقدر، لو احنا وصلنا للكلوز دي والشركه ما قدرتش تحقق سب كلوز ده، بالتالي هي مش هتقدر تاخد الشهاده تماما. فعندنا هنا شويه متطلبات في الكلوز ده، ان هي بتقول اول حاجه ان هي لازم تنشئ كواليتي مانجمنت سيستم قوي ويكون صحيح ويكون متراجع من الايزو علشان تبقى متاكده ان هي عندها سيستم كويس. لازم تبقى محدده ان هي عندها ايه الانبوتس والاوتبوتس في كل عمليه من العمليات اللي هي شغاله بيها. لازم تكون عامله سيكونس لكل البروسيس اللي شغاله معاها. لازم تكون محدده كرايتيريا لكل الطرق والمعاملات اللي هي بتبقى عاملاها بتتعامل معاها عندها في الشركه. لازم تكون محدده الريسورس اللي هتتعامل في الكرايتيريا دي او في السيستم ده. تبقى هي مجمعه كل الريسورسز وعارفه ان هي دي الريسورسز اللي هتحتاجها في الجزئيه دي. تبقى محدده الريسبونسبيلتيز والاثوريتي بتاعت كل الاشخاص اللي هيساعدوها في الكواليتي مانجمنت واللي هتقدر تنفذه. الريسك والاوبورتيونتي، لازم تكون برضو محدده كل الريسكات اللي ممكن تقابلها في اي فتره من فترات التشغيل. لازم تكون محدده التشانسز اللي ممكن تقابلها. لازم تكون عامله ايفالويشن لكل البروسيس اللي هي موجوده عندها. لازم كمان تكون عامله امبروفمنت لازم يكون عندها سكشن هي مهتمه بيه للتحسين المستمر طول الوقت في طول العمليه بتاعت الكواليتي مانجمنت. واخر حاجه اللي هنلاقيها في كل الكلوزز الموجوده عندنا، اللي هي دوكيومنتد انفورميشن. كل السيستم اللي هي بتتعامل بيه لازم يكون دوكيومنتد، علشان لو في حد مشي من مكانه يكون فيه ايفيدنس او يكون فيه حاجه مكتوبه بكل الدوكيومنتس دي. ان احنا هنيجي نشوف في الكلوزز اللي بعد كده ان اي عمليه لا يتم كتابتها هي بتعتبر ان هي ما اتعملتش. فبالنسبه لنا ان documented information هنلاقيها موجوده في كل البروسيس الموجوده عندنا، علشان دي حاجه مهمه جدا ان احنا نحتفظ بيها وان احنا نكتبها. علشان كنا زمان بناخد الايزو بنقول ان الايزو اكتب اللي انت بتعمله واعمل اللي انت كتبته.
فده المختصر اللي يعني ده اكتر حاجة احنا بنختصرها في القصة دي. تمام، ندخل بعد كده على الليدرشيب. الليدرشيب دي كلوز رقم 5. الايزو يهمه في ايه في الليدرشيب دي؟ الايزو عاوز يطمن ان الاداره العليا للشركه ملتزمه بمتطلبات الكواليتي ولا لا. يعني هل الاداره مهتمه بمتطلبات الكواليتي ولا لا؟ فانا بالنسبه لي لو الاداره مش مهتمه بمتطلبات الكواليتي او مش بتهتم ان هي تعمل لها سبورت او مش بتهتم ان هي تنشرها في الشركه، فبالتالي انا مش هقدر انفذ الكواليتي في الشركه، لان اصلا اكبر حد في الشركه مش مهتم بحاجه زي كده. ازاي هتطلب من العاملين اللي شغالين في الشركه معاك ان هم يهتموا بحاجه زي دي؟ فقلنا ان ايزو هاوس يطمن ان الاداره العليا للشركه ملتزمه بمتطلبات الكواليتي. في بعض الرؤساء بيعتقدوا ان الجوده بتتعارض مع المكاسب الماديه للشركه وان الجوده بتعطل الشغل، بس ده غلط جدا، لان احنا بنقول كواليتي از فري. الكواليتي مش فري مش معنى ان انت مش بتدفع فيها حاجه، الكواليتي از فري لانها مقارنه بالتكاليف اللي ممكن تطلع لي في ان انا مثلا ما عنديش دوكيمنت سيستم مظبوط، او ان انا ما عنديش دوكيمنت، او ان انا حصلت لي مشكله عشان حد اتعامل بدوكيمنت عندي مش ابديتد او ان هي مش صح. التكلفه هتبقى بتاعتنا عاليه جدا عن بالمقارنه بان هو دفع التكلفه دي ان هو يعمل مانجمنت سيستم او ان هو يعمل كواليتي عنده او ان هو يدخل الايزو عنده في الشركه. فبالنسبة له ان الكواليتي كده بالنسبة له فري. فاول حاجة احنا بنتكلم فيها التزام الادارة العليا بتنفيذ وتطبيق الكواليتي في الشركة. الشركة مطلوب الادارة العليا مطلوب منها شوية حاجات علشان نقول ان الكوميتمنت ان المانجمنت كوميتمنت هنا متوفر في الكلوز دي. اول حاجة ادارة الشركة مسؤولة عن تنفيذ نظام ادارة الجودة. إدارة الشركة لازم هي اللي بتنفذ إدارة الجودة، لازم يكون في مسؤول، حد من المديرين بتوع الشركة هو اللي مسؤول عن تنفيذ إدارة الجودة، ويكون هو مهتم بإن هو يتأكد من إن ده متنفذ، علشان لو هو ما عملش كده مفيش أي حد تاني هيقدر يعمل التست دي مكانه. فأول حاجة قلنا إيه اللي بيبين التزام إدارة الإدارة بالجودة؟ هنقول أول حاجة الشركة مسؤولة عن تنفيذ نظام إدارة الجودة في الشركة. الشركة مسؤولة عن التأكد من وضع السياسات والإجراءات اللي بتضمن بيها تنفيذ الجودة بشكل فعال. لازم الشركة تحط سياسة وتحط قواعد وإجراءات علشان تضمن إن الجودة هتنفذ بشكل صحيح في الشركة دي، واللي مش هينفذ التعليمات بتاعة الجودة أو الإجراءات دي لازم يتعرض لعقوبة لخصم لأي حاجة من الحاجات دي. هي دي لو جت الأيزو فتشت ولقيت ان في حد كان ما التزمش باجراءات الجوده وان الاداره العليا وقعت عليه عقوبه ايا كانت العقوبه دي، ساعتها كده هو هيتاكد ان الاداره دي بتنفذ الجوده بمفهومها الصحيح. تالت حاجه اداره الشركه مسؤوله عن التاكد ان كل الاجراءات والسياسات اللي محطوطه في الشركه لا تتعارض مع متطلبات الجوده. بمعنى ان انا ما ينفعش ان انا اكون عندي إجراء مثلا في الشركة بيتعارض مع أي طلب من متطلبات الجودة. نيجي مثلا نقول إن مثلا حاجة في الإدارة المالية إن إحنا مش هنعمل دوكيمنت أو مش هنحط الحاجة على السيرفر علشان دي إدارة مالية مثلا، وإن الحاجات اللي موجودة وإن الأرقام والدوكيمنتس اللي موجودة فيها حاجة توب مانجمنت ما ينفعش أي حد من الإدارة التانية يشوف. فبالتالي هنحتفظ بالدوكيمنتس بتاعه الناس بتوع الاداره الماليه على اجهزتهم مش على السيرفر او مش على السيستم. دي طبعا حاجه كده بتتعارض مع اداره الجوده. احنا ممكن نحتفظ بيها على السيستم بس ممكن نعملها سيكيورتي بحيث ان ما حدش يقدر ياكسس الداتا دي غير بس الاشخاص دول. فبالتالي كده انا عملت اكشن مش بيتعارض مع الكواليتي، وفي نفس الوقت انا طبقت نفس البوليسي اللي انا بطبقها في الشركه. تمام. إدارة الشركة مسؤولة عن دراسة وحساب كل المخاطر اللي ليها تأثير سلبي على الجودة. بنقول إن إدارة الشركة هنا هي اللي مسؤولة إن هي تحاسب أو إن هي تعمل الدراسة عن كل المخاطر اللي إحنا ممكن نواجهها لو الشركة دي لو الجزئية دي ما اهتمتش بالكواليتي. لو إن حصل مثلا أي تأثير سلبي عليها فلازم الشركة لازم إدارة الشركة هي اللي تكون مسؤولة عن ده. تمام.
إدارة الشركة مسؤولة عن توفير الموارد اللي بتساعد على تنفيذ الكواليتي بشكل فعال. الشركة إدارة الشركة هي اللي بتوفر الموارد في كل حاجة، فلازم برضو هتوفر الموارد عشان تساعد على تنفيذ الكواليتي. بتوفرها إزاي؟ توفرها إن هي تعمل ديبارتمنت مسؤولة عن الكواليتي بشكل منفصل عن كل الإدارات التانية، إن ما ينفعش إن تبقى في إدارة بتفتش على نفسها، ما ينفعش إن تبقى في إدارة ليها تاسك بتعمل التاسك دي وبرضو هي ماسكة إدارة الجودة معها عشان هي بتفتش على نفسها. لازم تكون إدارة منفصلة، فبالتالي ده لازم إنها هي تحدد الموارد أو توفر الموارد الخاصة الجزئية دي. 6، إدارة الشركة مسؤولة عن التأكد من وصول كل المعلومات لكل واحد في الشركة ليه تأثير على الكواليتي. مين اللي ليه تأثير على الكواليتي؟ كل الناس في الشركة ليهم تأثير على الكواليتي. كل الناس في الشركة لازم تبقى عارفة أهمية الكواليتي، لازم إن هي تبقى قادرة إن هي تتعامل فيه، ولما تتسأل فيه تعرف تجاوب وتقول هي إيه. هنجيلها بعد كده هنجيلها كمان بعد كده شوية في الحتة دي بتاعت الأورنس. بس برضو هي إدارة الشركة هي اللي مسؤولة إن هي تعرف كل الناس بالكواليتي. 7، إدارة الشركة مسؤولة إن كل موظف في الشركة عارف مسؤولياته تجاه الكواليتي، وجزء من مهامه اللي بيتحاسب عليها هي مراعاته لمتطلبات الكواليتي في شغل. لازم الشركة زي ما بتحاسب الموظفين على التارجت اللي هما مش بيحققوه، لازم برضو تحاسب الموظفين على الكواليتي، القواعد بتاعة الكواليتي اللي هما مش بينفذوه، على الحاجات اللي هما مش بيتبعوه. يعني مثلا ما ينفعش مثلا حد انا عندي مثلا في الكواليتي سيستم بتاعي بيقول ان السيستم بيقول ان اي موظف هيكون هياخد اجازه ان هو بيقدم فورم معينه كده تتمضي من مديره، تتمضي من الاتش ار عشان يشوف البالانس بتاعه الافيلبل دايز الموجوده عنده ويقدمها للمدير المباشر بيوم مثلا بحاجه مثلا بتقول قبلها بيومين مثلا لو هي مش امرجنسي. ما ينفعش بقى انا اجي على موظف او على ديبارتمنت الاقيهم هم بييجوا يقدموا اجازتهم بان هم بيبلغوا مديرهم بالتليفون، او ان هم بيبلغوا بس ان هم بيبلغوا كده اقول ان هم هياخدوا اجازه من غير ما يبقى في سيرتيفيكت تقول كده، وبنعتمد ده في الاتش ار وبنعدي. طبعا ده ما ينفعش. لازم الموظف اللي مش هيقدم الشهاده دي او مش هيقدم الاجازه دي او الطلب اللي هو المفروض ان هو يتعمل ده بيعتبر ان هي دي غياب، او ان هو مش هياخد، ان هو بيبقى له اكشن تاني بيتعامل بيه، ان هو ما ينفعش ان هو يعدي ان يبقى هو ده الاتيتيود اللي احنا بنتعامل بيه. تمام. 8، اداره الشركه مسؤوله على ان اهداف الجوده تتحقق وتوفر الموارد المطلوبه دي، اتكلمنا فيها قبل كده. اداره الشركه مسؤوله عن رعايه عمليات التطوير والتحسين. احنا قلنا برضو ان الشركه من مسؤولياتها ان هي لازم توفر لازم توفر وتراعي وتعمل سبورت لعمليات التحسين والتطوير. ما ينفعش شركة تفضل ماشية على السيستم اللي هي شغالة عليه من غير ما تعمل أي تحسين ولا أي تطوير. الدنيا يوم عن يوم بتتغير، بيظهر سوفت ويرز جديدة، بيظهر منافسين جداد، بيظهر كل حاجة بتظهر كل يوم عن يوم بتجد. فاحنا لازم نبقى لازم إدارة الشركة بتكون بتراعي العمليات التطوير دي، وإن هي لازم تبقى بتدي لها سبورت وبتدي لها الأهمية وبتدي لها البريوريتي في الأول إن هي تعمل الكلام ده. تمام. طيب ازاي تفتيش الايزو بيعرف ان الشركه دي بتعرف يعني ان هي مهتمه بده ولا لا؟ مش لازم ده يكون مكتوب، يعني مش لازم اداره الشركه تكتب ده الكلام ده، تكتبه في كلام، تكتبه في ورقه وتقول ان هو ده. طالما هو كده مكتوب يبقى اداره الشركه بتاخد ده في الاعتبار. لا، هي بتيجي تلاحظ ده في كتير. بتيجي تلاحظ لما الشركه بتحاسب الناس على التارجت ومش بتحاسبهم على الكواليتي، لما بتلاقي الناس ان الشركه بتعدي حاجات للناس عن زي الاجازات وزي الحاجات والفورمز والكلام ده، ومش مش بتخليهم يقدموا فورم كامله او بطريقه منظمه زي ما الكواليتي بتقول. فده بيبان من اهتمام، هل فعلا الاداره مهتمه بده ولا لا؟ الاورنس بتاع الناس، بتشوف الاداره هل الاداره مهتمه ان هي تعمل اورنس للناس بالكواليتي ولا لا؟ هل هي مهتمه ان كل الناس تبقى عارفه كل حاجه عن الكواليتي، ولا الناس بتوع الايزو لما بيدخلوا يسالوا اي حد عن الكواليتي وكأنهم أول مرة يسمعوا الكلام ده؟ فده كله بيبين هل فعلا المانجمنت بتاعت الشركة دي مهتمة ولا لا. 2، الكاستمر فوكس، التركيز على احتياجات العميل. معنى إن الشركة لو منتجها أو خدمتها بترضي العميل، الشركة هتكسب وهتكمل. الأيزو بيبقى محتاج إن هو يشوف هل الشركة مهتمة برأي العميل ده ولا لا، وده بيبان عندنا في حاجتين. الشركة ممكن تعمل حاجات علشان تعرف الريكويرمنت، ممكن تعمل مثلا سيرفي علشان تعرف
الـ requirement survey تعرف الـ requirement بتاعت الـ customer تبقى عبارة عن إيه. ممكن تعمل مثلا meeting مثلا أكتر من meeting علشان تفهم هو إيه بالظبط الطلب بتاع العميل عاوز يبقى شكله عامل إزاي، عاوز مثلا يعملوا survey مثلا عشان يعرفوا الطلبات العميل بشكل مفصل، بيعملوا meetings مثلا أكتر من meeting علشان يقدروا يوصلوا لطلباته بشكل specific وشكل محدد علشان يعني ما يبقاش فيه طلب مختلف. تمام؟ فهنا الشركة بتقول أو الأيزو هنا بيقول إن الشركات بتقدر تعمل موضوع الكاستمر فوكس ده عن طريق حاجتين، أول حاجة كاستمر سيرفي، تاني حاجة كاستمر كومبلاين. أول حاجة كاستمر سيرفي ده استبيان، بتسألهم عن مدى رضاهم عن المنتج ده. حضرتك في أي شركة من شركات الاتصالات لما بتكلمهم وبتسألهم عن بتكلم خدمة العملاء علشان تطلب منهم طلب أو تسألهم على حاجة، بيجي لك مكالمة بعد المكالمة دي يسألك عن مدى رضائك عن خدمة العملاء في المكالمة اللي فاتت، وبيقول لك حددها لي من 1 لـ5، تمام، أو من 1 لـ10 على حسب رضاك أنت عن العملية دي. فده كده ده احنا بنسميه هنا استبيان، ان هو عاوز يتأكد ان الخدمة اللي حضرتك خدتها بطريقة صحيحة او ان هي فعلا رضت يعني نالت رضا. تمام؟ حاجة تانية الكاستمر كومبلين. كاستمر كومبلين ده هي بتبقى عبارة عن قناة انت بتفتحها علشان تتلقى فيها شكاوى العملاء، بمعنى ان هو مثلا حضرتك بتحط رقم مختصر مثلا او ايميل او صندوق مثلا الشكاوى او اي حاجه من كده، وهم اي طريقه من الطرق حضرتك بتحددها علشان تقول ان لو اي حد عنده مشكله يتوجه للطريقه الفلانيه علشان يقدر يبين او يعرف اداره الشركه ان هو عنده مشكله الفلانيه في الحاجه دي، ان هو هنا مش راضي عن الحاجه دي. تمام؟ فبالطريقتين دول الايزو بتتاكد ان الشركه هنا بتحرص على رضا العميل او بتحاول ان هي تقرب وجهات نظر العميل او ان هي مهتمه برضا العميل. نيجي بعد كده نتكلم عن البوليسي. الايزو بيلزم الشركه انها تكتب البوليسي وتؤكد على التزامها بكل متطلبات الجوده والستاندر، زي تحديد اهداف الجوده والالتزام بالتحسين المستمر وتحقيق رضا العميل والالتزام بالقوانين. في شركات بتكتبها كنوع من الدباجه كده وبتعلقها في الشركه كشهاده، وفي شركات مهتمه ان هي تخليها كبوليسي، بتحط لها نقط كده وبتعرف ان هي تنفذها بطريقه ما وبتعدلها مع الوقت عشان توفي احتياجات الجوده، وبالشركه بعد كده بتعتبرها ان هي ميثاق بتلزم نفسها بيه. تمام؟ بعد كده رقم 3 responsibilities او ان هي نشر السياسه. اداره الشركه ملتزمه بنشر السياسه في كل الشركه، تعرف سياسة الشركة اتجاه الكواليتي وتلتزم بيها وتعلقها في كل حتة في المكان، أو تجمع إن هي تجمع الموظفين وتشرح لهم، أو إن هي تجمع الموظفين وتحفظهم البنود بتاعت السياسة بتاعت الشركة. الأيزو بيقيس هل السياسة موجودة ومنتشرة بين الناس ولا لا. مش لازم تكون مكتوبة، هي لازم يعني هو لازم تكون مكتوبة، بس مش لازم تكون مكتوبة بس، لازم تكون مكتوبة وكل الناس اللي حواليهم عارفين البوليسي دي عبارة عن ايه، عارفين اتجاهات الشركة فين، عارفين الاهتمامات بتاعة الشركة فين، عارفين الفوكس بتاعها فين. تمام؟ فالايزو كمان لازم بيقيس ان هل السياسة دي منتشرة في كل الشركة ولا لا. طيب هو ايه اهمية ان البوليسي دي تكون منتشرة ولا مش منتشرة في الشركة؟ اهميتها ان الراجل بتاع الايزو لما يدخل الشركة يحس ان الكواليتي جزء لا يتجزأ من الشركة، مش ان هي حاجة بتتعمل بس عشان ناخد شهادة ونعلقها وخلاص على كده الموضوع خلص على كده. تمام؟ فدي حاجه مهمه جدا من ضمن الكلوزز الالزاميه بتاعه الايزو. ندخل بعد كده في الجزء بتاع البلاننج اللي هو كلوز نمبر 6. طيب احنا هنا عشان بس الجزء بتاع البلاننج ده هو تريكي شويه، فاحنا هديكم مثال صغير كده. فرضا ان حضرتك قاعد في المكتب بتاعك الساعة 2 الظهر، في حد من صحابك كلمك وقال لك انا عندي النهارده حفله في البيت وان حضرتك معزوم ان حضرتك تيجي تحضر عندي الحفله دي، حفله عيد ميلاد مثلا ولا اي حاجه.
تمام. فحضرتك بتخلص شغل الساعة كام؟ الساعة 6، وهو قالك إن الحفلة الساعة 6، فحضرتك هتبتدي تجهز بلان إن أنت تبتدي تجهز نفسك إن أنت تاخد إذن ساعة مثلا علشان تلحق تروح الحفلة وتوصل هناك قبل ما الحفلة تبتدي. طيب إحنا هناخد ساعة بس علشان الطريق؟ لا، أنت محتاج إن أنت تشتري هدية وأنت رايح، وأنت رايح المكان. طيب موضوع شراء الهدية ده هياخد وقت مثلا قد إيه؟ هياخد مثلا حوالي ربع ساعة. طيب تمام، يبقى أنا كده أمشي قبل الميعاد بساعة وربع. طيب هو أنا كده هبقى واصل، أنا واثق 100% إن أنا كده هوصل الساعة 6 بالظبط؟ لأ، لأن احتمال يحصل ريسك إن الطريق يبقى واقف، احتمال يحصل ريسك إن المحل اللي حضرتك ناوي إن أنت تروحه وعارف إن هو هياخد بس ربع ساعة تواجد فيه ممكن يكون قافل، وكمان أنت ما حسبتش الوقت اللي هيبقى ما بينك وما بين المحل، وبعدين ما بين المحل وما بين بيت زميلك. فإحنا كده لازم نعمل ريزيرف تاني للتايم حوالي مثلا نص ساعة كمان. فكده حضرتك هتبقى محتاج ان انت تمشي من الشغل 4:30 مش 5 علشان تلحق تكون في العيد ميلاد قبل الساعة 6. طيب فرضا وانت خلاص عملت البلان ان انت هتمشي الساعة 4:30، حد من صحابك اتصل رايح نفس العيد ميلاد عربته عطلانة ومحتاج ان انت تروح تاخده معاك في طريقك، يبقى انت كده هترجع تاني تغير البلان بتاعتك، هترجع تغير البلان بحيث ان حضرتك عاوز تعمل ريزيرف للتايم ان انت تروح تاخد صاحبك ده الاول، بعد كده تروح تجيبوا الهديه اللي انتوا هتروحوا تجيبوها، وبعدين تروح العيد ميلاد. طبعا القرار بتاعك انت هتعمل ايه في الاخر دي مش قصتنا، بس هي القصه ان انت دلوقتي اول حاجه انت كان عندك اوبجكتيف ان انت تروح ان انت توصل لعيد ميلاد الساعه 6، وبعد كده انت عملت حسابك في شويه ريسكس المفروض ان انت كنت هتقابلها وانت في طريقك للاوبجكتيف ده، وبعدين جالك تشينج خلاك تغير البلان الأولانية وخلاك تعمل بلان تانية عشان برضو توصل الساعة 6 في ميعاد. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه عن البلانينج. البلانينج بيقول لنا ان احنا ازاي نحط الأهداف، ازاي نحط خطط علشان نحقق الأهداف، ازاي ما يحصلش تضارب ما بين الأهداف، ازاي اقيس الأهداف وحاسب عليها، ازاي اعرف المخاطر اللي ممكن تقابلني، ازاي احددها وقيمها واشوفها هل هي كبيره محتاجه الاهتمام ولا هي صغيره مش محتاجه ومش هتاثر عليا، وبعد كده اشوف التغييرات ازاي ابدا اتعامل مع المتغيرات اللي بتحصل خلال عمليه تنفيذ الاهداف، ازاي احدد اهميه المتغيرات واقيس الريسك بتاعها، وازاي اخلي المتغيرات ما تاثرش على الاهداف بتاعتي. طيب اول حاجه هنتكلم فيها اللي هي ايه الريسك. اي شركه بتواجه مخاطر كبيرة، لو الشركة ما خدتش بالها من المخاطر دي وحاولت إنها تقلل أو تمنع تأثيرها غالباً بتأثر عليه. الأيزو عاوز يشوف هل الشركة عاملة حساب المخاطر اللي ممكن تواجهها مثلاً ولا لأ، هل هي شايفة المخاطر دي وبتاخد إجراءات علشان تمنعها وبتمنعها فعلاً، ولا هي مش مهتمة بالموضوع ده وبتواجه المخاطر وقت ما بتحصل لها أما بتحصل لها. فعشان أواجه المخاطر اللي بتقابلني في أي شركة أو في أي مانجمنت أنا بعمله، لازم الأول تعمل لستة بكل المخاطر اللي ممكن تواجهك أثناء عملية التشغيل. اتنين، تبدأ إن أنت تتوقع معدلات تكرار المشكلة دي. تلاتة، قياس درجة أو شدة خطورة المشكلة أو الريسك اللي أنت هتقابله ده. نحط خطة لمنع حدوث الريسك ده. ده عن طريق إن أنت بتخلي مثلاً إن أنت بتدرب العاملين عندك، أو إن أنت بتعمل صيانة دورية. فرضا مثلا ان احنا بنتكلم عن اكويبمنت مثلا حضرتك شغال بيها كل يوم من 8 الصبح لحد 5. طيب الاكويبمنت دي ممكن ان هي مثلا تشتغل معاك كويس جدا، بس وارد ان هي لو عطلت ان هي هتوقف لك الانتاج مثلا يومين ثلاثه. طب انا اقدر ان انا ازاي احافظ على الاكويبمنت دي بانتاجها بالطريقه الكويسه دي، وبان انا ما انهي ما يحصلهاش الريسك بتاع العطل ده؟ ان انا اعمل لها صيانه دوريه، وان انا اعمل تشيك ليست بكل مواعيد الصيانه بتاعتها، ان انا ادرب العاملين اللي شغالين على الاكويبمنت دي واخليهم متدربين وبيتعاملوا معاها بطريقه صحيحه، مش بيتعاملوا معاها ان هم مثلا بيتعاملوا معاها بطريقه مش كويسه او طريقه طف، ان هم بيبقوا عارفين ان هي مثلا محتاجه ان هي كل ساعتين مثلا ان هي تريح 10 دقائق، ان هي مثلا زي الات التصوير او مكان التصوير احنا كده كنترولر بنبقى عارفين
ان هي مثلا ما ينفعش ان هي تشتغل في ظروف بيئيه مثلا حاره جدا، ان هي لازم تبقى ليها درجه حراره معينه تتعامل فيها. تمام، احنا كنا قلنا اول حاجه نعمل لسته بكل المخاطر، نبتدي ان احنا نتوقع معدلات تكرار المشكله، قياس شده الخطوره، نحط خطه لمنع حدوث الريسك ده، ننفذ خطه منع الريسك، وبعد كده نقيس الاجراءات اللي عملناها مع الريسك دي، وبعدين في اخر حاجه لازم كل ده يكون دوكيومنتد ويكون مكتوب علشان نقدر ان احنا نتعلم منه ونقدر ان احنا نعمله ابديت. علشان انا لو ما كتبتش الكلام ده كله هيجي اي حد، لو الشخص اللي هو موجود ده او بتاع الكواليتي ده مشي، او العامل اللي شغال على المعده ده مشي، هتلاقينا بنبتدي من الاول وجديد كل حاجه. انما لو الحاجات دي مكتوبه هتلاقي اللي بيجي بيكمل عليها، بيعمل لها ابديت، مش مضطر ان هو يبتدي من الاول. تمام، ده كده اول حاجه اللي اتكلمنا فيها عن الريسك. بعد كده بنتكلم عن الاوبجكتيفز. في الاوبجكتيفز الفكره ان الايزو بيبقى عاوز يتاكد ان الشركه بتحط اهدافها بطريقه صحيحه. طيب هي ايه الطريقه الصحيحه للهدف؟ الهدف امتى نقول ان الهدف ده هدف صحيح او هدف غير صحيح؟ اول حاجه لازم الهدف يكون محدد. اتنين، لازم يكون ميجربل، ان هو يمكن ان احنا نقدر نقيسه. تالت حاجه ان هو اتشيفبل، هو ممكن نقدر نحققه. رابع حاجة مرتبط بالأهداف التانية، إن هو related، مش هدف لوحده، لازم يكون مرتبط ببقية الأهداف علشان ما ياخدش sequence وما يشتغل ما نشتغلش عليه هو لوحده، يبقى هو شغال ضمن بقية الأهداف التانية. خمسة، لازم يكون ليه deadline، لازم تكون ليه فترة زمنية لتحقيق الهدف. ما ينفعش إن أنا أقول إن أنا هحقق إن أنا أو إن أنا هزود المبيعات بتاعة الشركة بتاعتي 20% وأسكت، لازم أقول 20% في فترة قد إيه. عشان كده لازم يكون له ديدلاين عشان يبقى هو هدف صحيح. بعد كده لازم يكون متوافق مع البوليسي بتاعت الشركة وأهداف الشركة. احنا كنا من شوية كنا بنتكلم بنقول ان الأهداف ان السياسات اللي انا بحطها تكون متوافقة مع الجودة وما تكونش ضد سياسات الشركة. لازم هنا التوافق لازم سبب، لازم يكون عامل مهم جدا من عوامل الأهداف. تمام، يكون في تواصل مع كل اللي هيشتغلوا على الهدف ده، ما يبقاش اللي بيشتغل مثلا ده موجود في مبنى واللي بيشتغل على نفس الهدف ده موجود في مبنى تاني. لازم يكون في طريقة للكوميونيكيشن ما بينهم هما الاتنين عشان أسهل أن هما يوصلوا للهدف ده مع بعض. الأهداف دي لازم تكون مانيتور، لازم أقدر أن أنا أتتبعها وأن أنا أقيسها وأن أنا أعرف أن أنا أوصل لها وأعرف أحسب طريقة التتبع بتاعتها وطريقة قياسها. لازم تكون بلان، لازم يكون متخطط ليها قبل كده علشان ابقى عارفه ان هو هل انا فعلا حققت البلان ولا لا، هل انا وصلت للهدف ده ولا لا. فلازم احطها في بلان علشان اقدر اعرف وصلت له ولا ما وصلتلوش. حاجه تانية كمان، لازم يكون في حد مسؤول عن الهدف ده، لازم يكون في ريسبونسبل عن الهدف ده، لان انا لو حطيت الهدف وما حطيتلوش ريسبونسبل محدش هيبقى مسؤول عنه، هاجي في الاخر مش هعرف احاسب حد على الهدف اللي احنا حاطينه ده. رقم 11، احدد لكل اوبجكتيف الموارد اللي محتاجاها عشان يتحقق. الموارد من اهم الحاجات اللي احنا لازم نحددها علشان تسهل علينا كتير. ما ينفعش اطلب من حد حاجه هو ما عندوش المورد اللي هو يخليه يعمل الكلام ده. فلازم احدد الاهداف واحدد الموارد اللي انا ممكن انفذها بيها. لازم الهدف يكون مكتوب بشكل واضح علشان يبقى مفهوم للكل، يبقى واضح للناس كلها. حدش يجي يقول اصلا ما سمعتش، اصلا ما خدتش بالي، اصلا ما فهمتش. كل الكلام ده مش موجود عندنا في الكواليتي مانجمنت. الكواليتي مانجمنت بتخلي كل حاجه واضحه، كل حاجه دوكيومنتد، مفيش عندنا اي حاجه مش واضحه. نيجي بعد كده نتكلم للبلان فور تشينجز. اي شركه في الدنيا بتحصل فيها تغيرات، لا اما هي بتختار التغيرات ده او ان هي بينفرض عليها ظروف في التغير ده. تمام، الفكرة إن الشركة بتكون قادرة إن هي تعمل خطط إنها تعمل التغيير ده من غير ما تأثر عليها سلب. الأيزو بيطلب من الشركة إن لما يكون عندها إجراءات، إن هي لازم يكون عندها إجراءات واضحة أما تيجي تعمل التغيير تعمله إزاي، تخطط له إزاي وتحسب له إزاي وهتحاسب هتتحاسب عليه إزاي. تمام، فأولا لا لسه مش
اولا لازم نحدد الهدف من التغيير. لازم اقول ان التغيير ده انا عملته ليه. انا دلوقتي كنت بعمل خط انتاج بطريقه معينه، كنت منتج معين بطريقه معينه، وفجاه انا خلاص غيرت الهدف ده، مش عاوز اعمل ده، انا عاوز اعمل حاجه تانية. زي ما احنا كده قلنا ان الراجل اتصل بينا وقبلها قبل الميعاد مثلا بساعتين، وخلاني اغير البلان بتاعتي. طب انا ايه اللي خلاني اغير البلان، وايه اللي خلاني اعمل ريزيرف للتايم، خلاني ازود الوقت اللي انا المفروض هعمل حسابي فيه اللي انا رايح. ان انا غيرت البلان بتاعتي من الروت اللي من عندي للمكان اللي انا هشتري منه الهديه لزميلي، ان انا كده بقى في عندي مكان تاني او هدف تاني انا اوصله. تمام. ان انا اكون متوقع النتيجه اللي هتحصل من التغيير ده ومخطط لها. ثلاثة، ان انا اشوف ايه هي الريسك اللي ممكن تحصل لي بسبب التغيير اللي انا عملته ده. انا احاول ان انا احسب الريسك بتاعي، احسب المسافه اللي ما بيني وما بين الشخص اللي انا رايح اخده ده، احسب المسافه اللي ما بيني وما بينه مظبوط، وهزود عليها ريزيرف عشان اعمل حساب الريسك اللي ممكن يحصل لي في الطريق. احدد الموارد اللي انا محتاجها علشان اقدر اعمل التغيير ده. طبعا من غير تحديد الموارد ده شيء مش هقدر. ما ينفعش ان انا اروح له اقول ان انا رايح له وهيبقى انا مثلا عربيه البنزين اللي في عربيتي يدوبك على قد مثلا من عندي لعند الراجل بتاع عيد الميلاد. لازم اعمل حسابي عشان احنا كده هنتاخر احنا الاثنين. لو انا رحت له وما عرفتش ان انا اوصل في الميعاد يبقى احنا كده الاثنين نتاخر. فلازم برضو احدد الموارد اللي انا محتاجها علشان نعمل التغيير ده. لازم احدد المسؤوليات والصلاحيات. لازم تحدد كل المانجمنت او كل الكواليتي مانجمنت اللي احنا بنتكلم فيها، لازم تحدد فيها المسؤوليات والصلاحيات علشان ما فيش حد يجي يقول لك مش بتاعتي مش انا. لما تيجي تتكلم مع حد ان هو تلزمه بشغلانه تقدر في الاخر ان انت تحاسبه، انما طول ما انت سايبها من غير اي ريسبونسبيلتي، من غير ما اي يكون حد مسؤول عنها، مش هتقدر تحاسب اي حد. لو التغيير ده مرتبط بهدف، لازم بعد كل عمليه التغيير ده لازم اغير الهدف. لو عندي التغيير اللي انا عملته ده مرتبط بهدف تاني، لازم ارجع ابص على الهدف ده، هل الهدف ده لسه قائم ولسه واقف تاني، لسه موجود عندي، ولا هو كده خلاص مش موجود. نيجي بعد كده نتكلم في الكلوز رقم 7 عن السبورت. السبورت بينقسم لخمسة سب كلوز: الريسورس، الكومبيتنس، الاورنس، كوميونيكيشن، دوكيومنتد انفورميشن. اول حاجة السبورت. الايزو عاوز يحدد الحاجات اللي انت محتاجها علشان تعمل شغلك. انت علشان تعمل اي بروجكت محتاج ايه؟ اول حاجة محتاج ناس، محتاج انفراستراكشر، محتاج environment. كل الحاجات دي المفروض ان هو بيقول ان الايزو بيقول لك ان انت لازم تحدد الحاجات دي عشان تبتدي تعمل البروجكت بتاعك. اول حاجة الانفراستراكشر، البنية التحتية. البنية التحتية دي عبارة عن ايه؟ عن المباني، الارض، الصرف، المية، المعدات، الاجهزة، كل الحاجات اللي انت محتاجها ان انت بتعمل بيها شغل. فدي الانفراستراكشر. اتنين او تلاتة، البيئة المحيطة، درجات الحرارة والرطوبة لازم تكون مناسبة. محتاج أحدد إيه هي العوامل البيئية اللي لازم أراعيها وأنا شغال، زي مثلا شركات الأدوية. شركات الأدوية لما بتيجي مثلا بتنتج خطوط إنتاج لأدوية معينة، في ساعات أدوية معينة بتبقى محتاجة درجات حرارة معينة، في أدوية بتبقى محتاجة درجات إضاءة معينة، لو في نوع من الرو ماتيريال اللي هما بيتعاملوا فيها دي اتعرضت لضوء معين بتبقى خلاص كده هي باظت. فبتبقى محتاجة عوامل بيئية معينة لازم أراعيها. محتاج أراقب العوامل البيئية دي، أحدد أجيب أدوات قياس تقيس العوامل البيئية دي. ما ينفعش مثلا إن أنا أبقى شغال في مشروع كونستراكشن وعندي درجة الحرارة بره 80 وأنا عندي عمال هيشتغلوا على الروف فوق ومفيش حاجة تقدر تقيس لي درجة الحرارة اللي موجود فيها العامل اللي هو شغال ده. لازم يكون في ترمومتر موجود في الموقع، يمكن في الكونستراكشن بيبقى عندهم في مكان كده في المخازن بيبقى موجود فيه ترمومتر يقيس درجة الحرارة في الظل كل يوم. ولازم بتوع السيفتي بيراعوا بيقيسوا درجة الحرارة دي وبيكتبوها في الديلي ريبورت بتاعتهم، وكل يوم بيقيسوها علشان يتأكدوا ان درجة الحرارة دي ملائمة لعمل الموظفين اللي شغالين في المشروع ده. فمحتاج ان انا اراقب العوامل البيئية دي بأدوات القياس الموجودة. محتاج ان انا أعاير الأجهزة اللي أنا بستخدمها في المراقبة دي. يعني ما ينفعش مثلا إن أنا بتعامل بترمومتر الترمومتر ده عندي مش متعاير، أو إن أنا مش متأكد إن هو هل هو بيقيس درجة الحرارة مظبوط ولا لأ.
فلازم من كل فترة للتانية ان انا اعاير الجهاز ده علشان اتأكد ان هو بيقيس درجة الحرارة بطريقة صحيحة. لازم ما يبقاش في تفرقة بين الموظفين، ما ينفعش ان انا اخلي عامل بيشتغل في درجة حرارة 80 وان انا اوقف المهندسين ما يشتغلوش، لازم يبقى كل العوامل البيئية ماشية على كل الناس. ما ينفعش ان انا اخلي حد مثلا يشتغل 12 ساعة وعندي حد تاني بيشتغل 4 ساعات وبيخلص شغله على كده، فلازم يبقوا الاتنين زي بعض، كل الناس بتكون ماشية عليها نفس الرولز. ما يبقاش في ضغط زايد على الموظفين علشان يعملوا شغلهم، الناس لازم تعمل شغلها بطريقة مرتاحة، لان هم لو انا ضغطت عليه في يوم ان انا خليته يشتغل 12 ساعة النهاردة ممكن بكرة هو ما يقدرش يجي، ممكن بعده ان هو ما يقدرش يجي، فانا بدل ما انا خليته يشتغل 8 ساعات النهاردة 8 ساعات بكرة هو ممكن ياخد له اجازة يومين وهو تعبان ما يقدرش ان هو يجي يكمل معايا الشغل في الفترة التانية. تمام. بعد كده بنتكلم عن الكومبيتنس اللي هي كفاءة الموظفين. لازم الموظفين يتم اختيارهم بكفاءة وبمهارات متناسبة مع طبيعة العمل اللي هم بيعملوه. ما ينفعش أشغل معايا سواق مثلا وهو نظره ضعيف، ما ينفعش أشغل حد ديليفري مثلا وهو عنده مشكلة مثلا في رجله أو إن هو بطيء في التعامل، ما ينفعش أشغل حد مثلا في الكاستمر سيرفيس وهو طريقة استيعابه قليلة أو إن هو كلامه بطيء أو إن هو بيعرفش يتكلم بسرعة أو ما عندوش ملكة إن هو يعرف يرد على الناس بسرعة. فلازم إن أنا أحدد المهارات بتاعت الناس اللي شغالين معايا، وأحدد إن لازم في شوية كفاءات تقدر إن هي تعمل شغلانة معينة. لازم أشوف إن الاتنين يبقوا كليفنت مع بعض، ما أجيبش حد ما بينفعش إن هو يشتغل الشغلانة دي وأشغل الشغلانة دي. فلازم أول حاجة إن الموظفين بيتم اختيارهم بالكفاءة والمهارة اللي بتتناسب مع طبيعة العمل اللي بيعملوه. اتنين، الأورنس، المعلومات والإدراك اللي عند الموظفين لطبيعة الوظائف اللي هم بيعملوها، ودي غالبا بتيجي من التدريب. يعني الأيزو بيبقى عاوز يعرف في الجزئية دي إزاي الناس بيتم تدريبهم، إيه هي نتائج التدريبات، بياخدوا فيها ايه، نتائج التدريبات دي بتؤدي الى ايه. لازم يكونوا موظفين فاهمين سياسة الشركة واهدافها ومستوى الجودة اللي الشركة بتسعى ان هي تحققه. في ساعات شركات يعني بتبقى لازم مثلا من وقت للتاني بتدي للناس اللي شغالين معاها كورسز في حاجات معينة، يعني مثلا لو الدوكيمنت كنترول يدولهم كورس في الدوكيمنت كنترول او في المانجمنت عشان يبقوا هم متأكدين ان هم على دراية بالسيستم اللي شغال. لو في مثلا في شركات بتدي ناس الكورسات انجليش مثلا عشان تتاكد ان هم مستوى الانجليش بتاعهم كويس او ان هم يقدروا ان هم يتعاملوا مع ناس بطريقه كويسه او هيتعاملوا مثلا مع ستاف اجنبي مع اي حاجه من الحاجات دي. فلازم هنا التدريب اللي الشركه بتعمله للناس دي الايزو بيجي ياكد او بيجي يفتش ان الشركه دي فعلا بتطبق الكلوز دي ولا ما بتطبقهاش. طب هتعرف من فين؟ هتعرف من البرامج التدريبيه اللي هي بتأديها للموظفين اللي شغالين عندها. هتعرف هل هي فعلا بتعمل awareness للناس في الكواليتي بوليسي ولا لا، هل هي بتبقى معرفه الناس الموظفين اللي عندها الاوبجكتيفز اللي هم بيتعاملوا فيها ولا لا. كل الكلام ده اللي بتقدر تستشفه الجهات المنحه للايزو، الشركه بتعمل ده ولا ما بتعملوش، حاجات كتير جدا. تمام. نيجي بعد كده للكوميونيكيشن. الايزو بيبقى عاوز يتاكد ان الشركه عامله اجراءات واضحه ومنظمه لعمليات التواصل اللي بتحصل داخليا وخارجيا مع الشركه، فبيطلب من الشركه ان هي تكون عامله اجراءات بتقول مين هيتواصل مع مين، اما يكون محتاج ايه، وطريقه التواصل دي ايه، وامتى بيتواصل معاه. تمام. ده مثال صغير زي مين، مثلا زي الهيلب ديسك بتاع الاي تي اللي موجود عندك في الشركه. لازم الشركة تكون حاطة بوليسي أو حاطة إجراء بتقول إن حضرتك لما يحصل عندك مشكلة في الجهاز بتاعك تعرف إزاي الراجل بتاع الـ IT. طبعا في الشركات الصغيرة مفيش مشكلة، أنت بتلاقيه في المكتب اللي جنبك بتروح تقول له أنا عندي مشكلة في الجهاز بيجي يحلها لك. طب في الشركات الكبيرة اللي فيها 1000 و2000 واحد بتعمل فيهم إيه؟ الناس دي بتحدد فورم كده مثلا بتقول إن حضرتك لما يبقى عندك مشكلة في جهاز الكمبيوتر بتاعك أو في النتورك اللي عندك حضرتك بتقدم فورم معينة موجودة عندك على الجهاز
تكتب فيها اسمك واسم الديبارتمنت بتاعك والاكستنشن بتاعك والاي بي بتاع الجهاز بتاعك، وبتقدمها مثلا للسكرتيره بتاعه القسم عندك. سكرتيره القسم بتنقلها للقسم التاني بتاع الاي تي، والراجل بتاع الاي تي بيشوف السكادول بتاعه وبيجي لحضرتك بيقول لك، بيجي يصلح لك المشكله بعد قد كده. تمام. فالايزو هنا بتبقى كده اتاكدت ان في اجراء لما حضرتك تحب تتواصل مع حد عشان مشكله تتواصل ازاي. فهنا بنقول ان حضرتك هتتواصل مع مين، ان الموظف هيتواصل مع سكرتيره القسم بتاعته امتى، لما تحصل مشكله عندك. بعد كده لما تكون محتاج ايه، لما تحصل مشكله. طيب ايه طريقه التواصل؟ ان حضرتك هتملى الفورم بتاعتك دي، وامتى انت هيرد عليك الخدمه بتاعتك دي، هيقول لك مثلا ان انت مثلا لو هي حاجه امرجنسي مثلا مؤديه ان انت جهازك تماما مش عارف تشتغل عليه، اكيد هو هيتصرف بسرعه. انما مثلا لو حضرتك محتاج ان انت تعمل ابديت، او محتاج ان انت عندك لايسنس مثلا خلصت او اي حاجه من كده، هو بيديك فتره زمنيه كده عشان تقدر ان انت تاكتيفيت اللايسنس دي، تقدر ان انت تشتغل بيه. فانت هتعرف له كل التفاصيل. فهنا اللي يهمنا في القصه دي كلها ان الايزو بتقيس ان الاجراء ده متنفذ في الشركه بالطريقه دي ولا لا. زي ما بنقول مين هيتواصل مع مين، اما يكون محتاج ايه، طريقه التواصل ايه، وامتى يتواصل معاك، وامتى هيتم الرد. عاوز تشوف الايزو، عاوز تشوف ان الاجراء ده كله جاهز وواضح وحضرتك قادر تتعامل معاه بسهوله. طيب الدوكيمنت انفورميشن، كنا بنقول من شويه ان اي عمليه غير موثقه الايزو بيعتبرها ما اتعملتش. اي عمليه اتعملت وما اتكتبش فيها اي حاجه هي ما اتعملتش، هي ما اتنفذتش. ليه؟ لان انا بالنسبه لي ان دايما كل الحاجات اللي انا بعملها لازم اكتبها علشان تكون دوكيومنتد، علشان يبقى متاكد ان الحاجه دي معموله بشكل واضح، اتعملت بشكل صريح، معلن، كل الاطراف الموجودين في الشركه عارفين ان الحاجه دي اتعملت. طيب الدوكيمنت هي وسيله لانتقال المعلومات بين الاطراف. شروط الدوكيمنت انفورميشن من وجهه نظر الايزو ايه بقى؟ واحد، بنقول ان هو اجراء بيتعمل. ايه هو الاجراء بتاع التوثيق نفسه؟ عمليات التوثيق نفسها بتتم ازاي؟ عندنا نوعين من الدوكيمنت، الحاجه المكتوبه، في عندنا نوع من الدوكيمنت، في عندنا ريكورد. الفرق ما بين الدوكيمنت والريكورد، دي حاجه هنسيبها as a task مثلا او as negotiation هنبقى نتناقش فيها على الجروب بتاع الواتساب، او ممكن نخليها مثلا حاجه نتناقش فيها المحاضره اللي جايه. تمام، عاوزين نعرف ايه الفرق ما بين الدوكيمنت والريكورد. اوكي، طيب ايه هي شروط الواجب توفرها في الدوكيمنت او في الريكورد؟ والايزو بيقول لك ان هو ما ينفعش يبقى عندي دوكيمنت والحاجه دي مش متوفره فيه. اول حاجه، لازم تكون الدوكيمنت او الريكورد تكون معرفه بشكل جيد. 2، لازم يكون ليها عنوان. 3، لازم يكون ليها تاريخ. 4، لازم تكون ساين، لازم تكون ممضيه من حد، ويكون في حد مسؤول عن الورقه دي عشان يعرف يتابعها ويعرف ان هو يعني يتابعها ويشوف الشغل اللي فيها ايه. تمام، طيب ده كده اهم حاجه في الكرييتنج اند ابديت. طيب ايه تاني؟ لازم بيتم مراجعتها بشكل دوري علشان اتاكد ان هي جاهزه للاستخدام، الافيلابيلتي. لازم تكون موجوده في مكان المعده، ما ينفعش المانيوال بتاع المعده يبقى موجود في مكان تاني غير المعده، ما ينفعش تبقى موجوده في الدرج بتاع المهندس، او في الدرج بتاع الدوكيمنت كنترول، او في اي حاجه من كده. المعده لازم يكون جنبها المانيوال بتاعها عشان لو حصل فيها مشكله يبقى المانيوال بتاعها موجود قريب منها. فقلنا كده لازم ان هي تكون متاحه للاستخدام في مكان الاستخدام. لازم تكون ابديتد، ان انا المعده دي اللي هي رقمها كذا هو ده المانيوال بتاعها، ما كنتش انا مثلا جيت غيرت مكان التصوير كان عندي كانون وبعدين غيرتها وجبت زيروكس وانا لسه المانيوال الموجود بتاعي ده بتاع الكانون. دي كده حاجه انا كده ما عنديش اي دوكيمنت انفورميشن مانجمنت في الشركه كلها. فانا لازم يبقى عندي كل حاجه تكون جاهزه، تكون ابديتد في الحاجه بتاعتي. فاول حاجه قلنا لازم يتم مراجعتها بشكل دوري عشان اتاكد ان هي جاهزه للاستخدام. تمام، 2، لازم تكون موجوده في مكان الاستخدام، ما ينفعش ان هي تكون موجوده في مكان تاني.
لازم تكون محمية من التلف ومفهومة للي هيستخدمها. يعني ما ينفعش ان انا مثلا يكون في عندي راجل اجنبي شغال على معده جايب له المانيوال بتاعها بالعربي، او ان راجل مش بيعرف انجليزي انا جايبه له المانيوال بتاعها بالانجليزي. تمام؟ فلازم تكون الحاجه اللي هيستخدمها يبقى عارف ان هو يتعامل معاها. ممكن يكون مثلا حضرتك تترجمها له او انت تسيب له الجزء اللي هو هيتعامل فيه، يبقى هو عارف اللغه اللي هو هيتعامل بيها فيه، بس لازم يكون هو بيعرف يتعامل معاها بطريقه صحيحه. أي عملية تغيير بتكون ليها طريقة محددة للتغيير وموثقة، بمعنى إن أنا لو هاجي أغير المانيوال ده لازم يبقى عندي طريقة للتوثيق بتقول إن المانيوال ده اتغير، طب إيه البديل بتاعه؟ طب مين الوافق على التغيير؟ طب التغيير ده حصل بناء على إيه؟ طب التغيير ده حصل إمتى؟ فكل الحاجات دي من المهم إن إحنا نبقى عارفينها عن الـ Document Information. إحنا كده خلصنا الجزء بتاع لحد كلوز رقم 7. المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله هنبتدي في الأوبريشن كلوز رقم 8 و9 و10. إحنا كده ممكن نفتح الجزء بتاع الأسئلة لو في حد عنده أي أسئلة في الجزئية دي أو في أي جزئية تانية. طيب مستر محمد رمضان اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين. مبدئيا انا بس شايف ان احنا انحرفنا بالكورس شويه، ان احنا رايحين ناحيه الايزو قوي. يعني احنا تخصص الايزو شويه بعيد عن مجالنا، انا فاهم فيه وبشتغل فيه بس مش متداخل فيه قوي بالشكل اللي حضرتك، التفصيل اللي حضرتك بتشرحي فيه كده، فده هيأثر على الكورس بتاعنا او ليه علاقة بالشهادة في الاخير او لا؟ هو مش هيأثر على الكورس ولا هيأثر على الشهادة. هو الستاندر حضرتك لازم تبقى عارف يعني عنه فكرة. ليه؟ لان انت لما هتيجي تطبق الستاندر ده على الدوكيمنت مانجمنت لازم تبقى عارف كل الكلوزز بتاعت الستاندر. فاحنا شرحناها بشكل تفصيلي، لما هنيجي نطبقها على الكواليتي مانجمنت او على الدوكيمنت مانجمنت هتلاقيها بقى بتطبق بشكل لطيف يعني. وبعدين كمان يعني الفتره الاخيره بقى في ريكويرمنت كتيره جدا للدوكيمنت كنترول ان هم يكونوا على علم بالايزو، ان هم يكونوا عارفين الكواليتي بتاعه الايزو والايزو بيتكلم عن ايه. فاحنا لقيناها فرصه ان احنا ندي اورينتيشن كده عن الايزو. احنا طبعا احنا كل ده ما اتكلمناش بالتفصيل، احنا بس شرحنا المواصفه بطريقه تفصيلية شوية عشان تبقى واضحة للناس، علشان ما خليش الناس تروح بعد كده تروح تاخد كورس تاني للايزو. بقى هو كده خلاص هو عارف اللي يهمه في الايزو، هو خلاص اتعلمه في الدوكيمنت كنترول هنا. ودي بس جزئية بس اللي احنا نطلع فيها بس عن النطاق بتاع الدوكيمنت كنترول، والمحاضرة الجاية كمان. بس ممكن المحاضرة الجاية تبقى شوية لو الوقت فينا سعفها ان احنا ناخد جزء منها في الستاندر، وبعد كده هنحاول نطبق الستاندر دي على الكواليتي. باشمهندس محمد طه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ رقية كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. السؤال عندي، انا اشتغلت تكنيكال دوكيمنت كنترول وسينيور كواليتي دوكيمنت كنترول في مشروع كبير وضخم. طبعا كان مديري المباشر كان مدير عامل كواليتي في المشروع ده، كان دايما بيأكد على ان هو يعني نعمل الشغل بجوده عاليه، طبعا التلافيان لاخطاء طبعا وثائق مهمه جدا يعني. في حين ان في قسم الكواليتي في نفس المشروع بيبقى علينا لود كبير جدا، ومعظم المشاريع دلوقتي شغاله فاست تراك، فبيحصل كونفليكت ما بين الجودة وما بين حسن سير العمل، فنقدر نتغلب على ده ازاي؟ شكرا لحضرتك. اهلا بحضرتك. والله احنا بنحاول ان احنا نتغلب عليه في ان احنا نعمل شغلنا بجودة بطريقة اسرع. يعني انا ما ينفعش ان انا اسكيب اي كلوز مثلا بكلوز اللي احنا اتكلمنا عنها، بس انت برضو في نفس الوقت انت مضغوط عليك بالوقت، فانت ممكن توفر ريسورسز تانية تخليك تقدر ان انت تتشكل تطلع الشغل بتاعك بطريقة صحيحة، او ان انت تتشكل الشغل بتاعك ده بطريقة كويسة. بس قصة بقى ان احنا هنعمل ده
حضرتك ممكن تزود الموارد، ممكن تزود ساعات العمل، ممكن تعمل سيستم بحيث ان يبقى في اكتر من حد بيقدر يريفيو الحاجه دي بحيث ان هو تلافيا للاخطاء الموجوده. بس كل مشاريع الفاست تراك تبقى اكتر نسبه اخطاء، تبقى عندهم هم عاوزين يخلصوا الدنيا باي شكل ايا كان، بس في نفس الوقت الكواليتي مش بيرحم اي حد. انا كان عندي مشروع كان فاست تراك، كان عندي الكواليتي ديبارتمنت كانت بتيجي تفتش عليا 4 مرات، المفروض ان هي تفتش عليا 4 مرات في السنه، وان انا كنت المشروع الوحيد اللي موجود في الاريا دي، فكانت بتيجي تفتش عليا 6 مرات في السنه. فتخيل انت بقى ان انت بتعمل التحضيرات بتاعه الكواليتي او الاوديت كل مره بمثابه مثلا كل شهرين ونص كانوا بيبقوا عندي، فكل في شهرين ونص مع فاست تراك دي كانت مشكله جامده جدا. بس ده كان بيخليك ان انت دايما الشغل بتاعك ابديتد، دايما شغلك مظبوط. كنت بحاول ان انا اجيب اعمل ريسورسز ثانيه، كنت بحاول اعلم الناس اللي شغالين معايا زي التكنيشنز مثلا، زي الدليفري بوي، زي الناس دي كلها، كنت بحاول ان انا اعلمهم عشان يقدروا ان هم يساعدوني او ان هم يعملوا التاسكس الصغيره وانا اريفيو عليهم. دايما الريفيو يعني بيطلع مشاكل كتير في الشغل، فانت لازم مش انت هو انت ما ينفعش انت تريفيو على نفسك، ان انت لا ممكن تبقى شايف الخطا بس مش هتقدر تكتشفه لما انت ان انت اللي عامله. فبالتالي انت ممكن تزود الريسورس اللي اقدر اقوله لك يعني. كان الله في نور. باشمهندس محمد الشراوي اتفضل. دكتوره السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيبه ومشكور جدا على المعلومات القيمه اللي حضرتك طرحتيها النهارده. دكتوره بس كمهندس مثلا لو لسه في مشروع لسه بنبدا فيه، يعني مثلا لسه ما بعدوش حد دوكمنت كنترول، ايه المفروض اللي انا اعمله بس لحد ما في مثلا حد يجي يستلم التاسك تبعه، يعني بحيث ما فيش حاجه تروح منها يا دكتور؟ حضرتكم بداتوا التسليمات؟ لا لسه. يعني انتوا لسه بس عندكم شغالين على التندر دروينج صح؟ تمام يا دكتوره. تمام. حضرتك اللي تقدر تعمله ان انت تجمع بس التندر دوكيومنتس بتاعت البروجكت في مكان واحد، بحيث ان هو الدوكيومنت كنترول اللي يجي ما يقعدش يجمعها من اكتر من مكان. يعني لو حضرتك مشكورة تقدر تحفظ له كل ده على جهاز كمبيوتر واحد او بسيكونس معين، حضرتك تقدر تعمله مثلا حاجة زي لوج مثلا او شيت اكسل كده بكل التسليمات، الحاجات بالحاجات اللي جت مثلا زي دروينج مثلا بتاريخها او مكانها او هي فين، تقدر تعمل له ليست كده بالحاجات اللي بتيجي لحد ما هو يجي يستلم. لان مشكله الدوكيمنت كنترولرز ان هم لما بييجوا يستلموا المشاريع في فتره هي كانت خلاص اوريدي ابتدت او المشروع راننج، بيبقى عنده مشكله ان هو بيقعد يجمع الداتا من اكتر من مكان ومن اكتر من شخص. فلو هو لقاها متجمعه في مكان واحد معمول لها ابديت، او هو عارف مين دي قبل ايه ومحطوطه بشكل سيريال او شكل سيكونس مظبوط، وفي ليها مثلا لوج بتقال ان الحاجه دي جت من المكان الفلاني بالديتا الفلاني، ده هيسهل عليه كتير ان هو يقدر ان هو يعمل الداتا بيز بتاعته بطريقه كويسه وطريقه سهله عليه. هو طبعا يفضل ان هو يكون في الاول عشان يبتدي ان هو يحط السيستم بتاعه قبل الفورمز وقبل التسليمات وكده، بس يعني لو كده حضرتك بس تقدر تجمعها له كلها في مكان واحد وتعمل لها بس بي اندكس عشان هو يقدر يتعامل فيما بعد. استاذ محمد عبد المنعم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا استاذه رقية. كان عندي سؤال بخصوص كان بعض الزملاء برضو كان طلبوها قبل كده في المحاضره الاولى والثانيه، لو نماذج للوكات للمشاريع الانشائيه. للاسف يعني في المشروع اللي انا فيه الشركه الى الان عدى نص وقت المشروع حوالي 8 شهور وما عينوش دوكمنت كنترولر، فكل اداره بتجتهد بشكل معين، فعلشان نعمل انتجريشن ما بين ده بيبقى في حاجات بتقع، خطابات بتطلع للعميل الارقام مكرره وهكذا يعني. فلو في حاجه يعني فما فيش حد ايه فيصل ما بيننا، فلو يعني سواء حضرتك او الزملاء اللي عندهم خبره يقدر ان هو يشارك معانا حاجه زي كده هيكون حاجه ممتازه، يعني بحيث ان ده يبقى اقترحه على زمايلي في المشروع بحيث ده اللي نمشي عليه، سواء مثلا في الترانسميتر، سواء في السبميتر، سواء في اللايف سي دروينج. هو حضرتك مقاول مش كده؟ انا مقاول. تمام.
طيب احنا ممكن يعني الكورس اللي فات في 2014 كنا احنا فيه الدوكيومنتس، لو حضرتك موجود معانا على الجروب بتاع الفيسبوك هتلاقي فيه في جزء الفايلز فيه لوجات كتير، ممكن اعمل لحضرتك منشن عليها. طيب تمام، على جروب الفيس مش عارف والله يضافوني ولا لا، بس هبقى ابص عليه. حاضر، اسمه ايه الجروب؟ تمام، دوكيمنت كنترولرز، خلاص. هتلاقيه لو موجود لو في ال هتلاقيه موجود في الديسكريبشن بتاع الجروب بتاع الواتساب. تقريبا the operation must be soft copy or hard copy or both. هو المواصفة الجديدة بتاعت 2015 ما اشترطتش ان يبقى الكواليتي مانجمنت تكون هارد كوبي، هي كانت سمحت بان هو ممكن يكون في سوفت وير زي مثلا زي الاكونكس او زي اي حاجه من كده، او السوفت كوبي برضو هي سمحت بيه، وبالتالي مش شرط بس ان هو يكون هارد كوبي. كانوا زمان في 2008 اي ثينك كانت لازم ان هو الدوكيومنتس لازم تكون كلها هارد كوبي، انما دلوقتي خلاص بقى ممكن تكون ان هي سوفت كوبي، او ممكن تكون من خلال سوفت وير زي الاكونكس مثلا اعتمدت حاجه زي كده. في باشمهندس بيسأل بيقول ايه المستندات كبداية مشروع جديد؟ هي بتفرق ان حضرتك هتبقى مجال السكوب بتاع الشركة بتاعتك ايه، هل هو استشاري ولا هل هو مقاول ولا هل هو كلاينت، بس عموما دايما المستندات بتاعت المشروع الجديد بتبقى اي مشروع لازم يكون عندك فورمز معتمدة من الكلاينت اذا كنت هتتعامل انت فيها كمقاول، او تكون موافق عليها لو انت كونسلتنت. في عندك التندر دوكيومنتس لازم تكون موجوده في اول المشروع، لازم الموبيلايزيشن تشارت لازم تكون برضو موجوده وتكون حاجه مهمه جدا. ايه تاني؟ الاورجانيزيشن تشارت بتاعت البارتس اللي هيشتغلوا معاك. ايه كمان؟ الفورمز، الكودينج سيستم اللي انت هتتعامل بيه لازم برضو، لازم الستامبس لازم تكون موجوده من اول يوم في المشروع علشان ما تستلمش حاجة ولا بالخط اليد ولا أي حاجة من الحاجات دي. إيه تاني؟ بس متهيألي هي دي بس أهم الحاجات اللي أنت لازم تكون موجودة عندك. طبعا أهم من كله لازم يكون الدوكيمنت كنترول يكون موجود في المشروع من أوله، ما يجيش بعد ما تكون عدت عليه فترة طويلة من المشروع عشان يجي يلاقي الدنيا يعني مش مظبوطة بالنسبة له. السؤال بيقول ايه هي انواع الريبورتات اللي المفروض بقدمها للمدير المشروع وبتكون كل قد ايه؟ تمام، في عندنا مشروعات، في عندنا ريبورتات يومية، في عندنا ريبورتات أسبوعية، في عندنا ريبورتات شهرية. الريبورتات اليومية اللي هو الديلي ريبورت اللي بيقدمه المفروض اللي بيقدمه المقاول عن الإكويبمنت وعن بيقدمه الـ HR اللي بيقدمه عن الإكويبمنت وعن الـ Human Resource الموجودين في البروجكت، ده ديلي بيتقدم من الكونتراكتور للبروجكت مانجر. في برضو اللي هي الحاجات اليومية مثلا زي الاتندنس، زي دي برضو ده برضو حاجة يومية. في الريبورتات اللي هي اللي بيسموها البايو ويكلي او الويكلي على حسب الاتفاق مع مدير المشروع، يبقى عند حضرتك بتقدم مثلا بايو ويكلي بتقدم الانسبكشن ريكويست او الماتيريال اوف انسبكشن اللي اتسلمت في المشروع، ده مهم جدا ان هي تتقدم بير ويك علشان ما ينفعش ان هي تفضل مستني عليها شهر مثلا وبعد كده تقول ان انا عندي كان عندي مشكله مثلا في كام ارف اي او كام انسبكشن ما تسلموش. مهم جدا ان احنا يبقى في عندنا ريبورتات مونثلي لازم تتقدم كل شهر للبروجكت مانجر، يتقدم فيها الستاتس بتاعت الشوب تون بتاعت الاسبلت بتاعت الماتيريال اوف سبميتد الـ request for information في كل submittal اللي بتتسلم علشان تقدر ان هو يطلع منها الـ status بتاع البروجكت، يطلع منها الـ monthly report اللي بتتقدم للكلاينت او لو المقاول بيقدمها للكونسلتنت. فكل الريبورتات دي بتبقى قايمه اصلا على الschedules اللي موجوده في المشروع، على الكوست بتاعت المشروع، على الـ invoices اللي اتقدمت واتوافقت عليها، وهو المفروض ان هو consultant اعتمد فلوس قد ايه وما اعتمدش قد ايه. كل الريبورتات بتتقدم شهريا للبروجكت مانجر علشان يقدر ان هو يبقى عارف الستاتس بتاع البروجكت بتاعته لحد ما. في حد بيقول محتاج يكون كودينج اللي هو سيستم كودينج اللي هو التنفيذ.
الكودينج سيستم بي هو حضرتك بي المفروض ان هو بيبقى تبع الفورم او تبع الكواليتي، هي اللي بتطلع الكودينج سيستم. الكودينج سيستم بيبقى عبارة عن ان هو بيبقى فيه جزء من التريب، جزء من رقم المبنى اللي طالع في الدروينج دي، يبقى فيها جزء من التنفيذ بتاع اللوحة دي. فكل شركة بيبقى لها البوليسي او الكواليتي اللي هي بتطبقه، مفيش حاجة بتبقى أبليكبل على كل الشركات. تمام. وفي حد كاتب بيقول لي المكتب الفني بيقول لي ايه نظام الترقيم اللي انا حابب اكود بيه اللوح. ما هو نفس الباشمهندس اللي كان بيسأل على الكودينج سيستم بتاع اللوح. هو برضو المكتب الفني هو المفروض ان هو عنده سيستم يشتغل عليه، يعني هو ما ينفعش حد يدي لحد الكلام ده. بس يعني ممكن حضرتك تشوف اي بروجكت تشتغل على ده وتاخد منه كودينج سيستم بتاعه، رغم ان ده غلط، بس هو المفروض ان الشركه تكون حاطه له مع الكودينج سيستم مع الفورمز اللي هو هيشتغل عليها، لان دي حاجه بيعتمدها من الكونسلتنت عشان يبتدي يشتغل عليها البروجكت كله. فانا مش قادره افهم هم ازاي مش عندهم حاجه زي كده. بس يعني عموما يعني هبقى اشوف لحضرتك. طيب لو حاجه من بروجكت قديم مثلا حضرتك تشتغل عليه. تمام. احنا كده عندنا اي اسئله تانية؟ لا كده تمام يا دكتور، كده الحمد لله، كده الاسئله كده بتتحل. شكرا جزيلا. الحمد لله. طيب ماشي، اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.